معظم الأفكار التي ظهرت في السويد وفازت بجائزة نوبل هي بمثابة تقدم علمي مبني على أفكار تستند إلى أفكار، ولكن وبشكل موسمي ابتكار واحد قوي غير مرتبط بعمل رابحين آخرين كجائزة نوبل يحوز التكريم. فيما يلي ثلاث قصص تتحدث عن ذلك. الأولى تتعلق بالمنارات الليلية. لهؤلاء الذين يطون البحار، المنارة هي بمثابة مرجع ملاحي، تحذير من خطر. ولكن في القرون الماضية كان الحفاظ على منارات التحذير من الخطر هذه صعبا للغاية، كانت غالبا ما تتواجد في أماكن بعيدة وخطرة. المنارات الأولى كانت تضيء بواسطة إحراق الأخشاب. بحلول القرن التاسع عشر بدأوا بإشعال الزيت، وكان لديهم آليات الوميض، ولكن كانت هناك حاجة ماسة إلى الحركة الذاتية الأوتوماتيكية. في العقد الأول من القرن العشرين طور هذا السويدي نيلز جوستاف دالين منارات ليلية كهذه. لقد قام بتقديم الأستلين، وهو مشتق من النفط الغاز التقليدي، لبل حتى الكهرباء. قام باختراع حراق وصمام يخرج جزءا واحدا من الأستلين مع عشرة أجزاء من الهواء. كان الضوء مشعا ورخيص الثمن، نظام أوتوماتيكي يستعمل غازا آمنا عالي الانفجار. تقوم المنارات بإرسال الضوء من خلال هذه العدسات، فيما لم يكن هو من اخترعها، فإن القوة التي تديرها كانت فكرة دالين. كانت تدار بواسطة الحرارة الناتجة عن الحراق عند اشتعال الأستلين. الشعلة نفسها تجمع وتركز بواسطة عدسات ذات حلقات مكثفة ذات شكل موشوري. وهذا ابتكار آخر أوتوماتيكي من دالين، الرف المتغير الميكانيكي، لا حاجة إلى اليد البشرية بعد الآن. مع الشعلات الضوئية ذات الحزم الضوئية مثلت منارات دالين الأوتوماتيكية نصرا علميا. إنك لا تستغني عن مشغلي المنارات، ولكن تخفف مهماتها إلى الحد الأدنى وتسمح بفترات عمل من دون وجود بشري، وكل ذلك كان منذ قرن مضى. ولكن ماذا عن الوضع في ضوء النهار؟ إنها لخسارة كبيرة للأستلين إذا لم يكن هناك أحد في منارات دالين، وذلك لإطفاء الأضواء عند المساء وإشعالها عند الفجر. كان رده أن ابتكر قاطعا حساسا حراريا مبسطا، يعني أن منارته تضيء فقط خلال الليل. ولكن عبقرية دالين ذهبت أبعد من المنارات الأرضية إلى الأضواء الموضوعة على السفن وعوامات إرشاد السفن مع تميلها في الماء. استعان ببندول العدسات المعروف بهدف المساعدة على تثبيتها. تسبب انفجار في حرمان دالين حاسة النظر عندما كان يختبر أجهزة سلامة على اسطوانات من الأستلين. في وقت لاحق من العام حاز جائزة نوبل في الفيزياء، وهي جائزة أثارت كثيرا من الجدل، حيث إن بعض النقاد يعتقدون بأن التصويت جاء متعاطفا مع حالته. بالرغم من ذلك استمر إرث دالين حتى أيامنا هذه بتقديم مشاعل الإرشاد من خطر الأوتوماتيكية حول العالم. كما يعرف كل صاحب مزرعة، فإن الربيع والصيف والخريف هي من أفضل الأوقات في المناخات المعتدلة، شريطة أن يكون هناك هطول أمطار والطقس ليس شديد الحرارة، فإن العشب ينمو بوفرة. ولكن في فصل الشتاء عندما لا ينبت العشب، على المواشي أن تحظى بعلف صالح للأكل لكي تنمي لحما وتحافظ على إنتاجها للحليب. من أجل تطويره لموضوع المحافظة على العلف حاز الكيميائي الأحيائي الفنلندي آرتوري ألماري فيرتنن جائزة نوبل في الكيمياء. عمل فيرتنن في صناعة الألبان. معظم الحليب الفنلندي كان يتحول إلى زبدة بهدف التصدير. كانت مهمته تحسين النوعية والقدرة على التسويق. من أجل هذه الغاية ترأس مختبرا. اكتشف فيرتنن أنه في حال إضافة فوسفات الصوديوم إلى الملح في الزبدة فإنها تظل بحالة جيدة لمدة أشهر. كان ذلك يعني أنه يمكن تخزين الزبدة بهدف التصدير، وذلك بانتظار تحسن الأسعار. أما بالنسبة إلى المحاصيل الخضراء المحصودة والمخزنة من أجل الشتاء، فقد رأى فيرتنن تطابقا. كلما قطع العشب وهو صغير زادت نسبة البروتين فيه. العشب المقطوع والمجفف في بداية بلوغه يحتوي على بروتين أقل من العشب الصغير الذي يذهب للعلف. أجرى فيرتنن اختبارات بشأن كيفية تحويل العشب الصغير اليانع إلى علف لا يتعفن. كان يدرك أنه عندما ينمو العلف فإنه ينتج حامضا لبنيا. مع ازدياد نسبة الحموضة يوقف هذا الأمر عملية التخمير ويقوم بحفظ العلف.
بإضافة خليط من الأحماض للعلف الجديد، قصر فيرتن الوقت الذي يقتضيه إيقاف التخمير. كما في تخزين الزبدة، فإن مستوى الحامض القلوي أساسي. كان خليط فيرتن مؤلفا من مزيج مخفف من الهيدروكلوريك والأحماض الكبريتية. نجح هذا الأمر في إيجاد الجواب الشافي. معالجة العلف بأسلوب فيرتن، مفتاح هذا الأمر كان صومعة مضغوطة بالهواء مليئة بقطع صغيرة من العلف. وهنا تبدأ العملية. الهدف هو ضغط العلف، طرد الهواء خارجا، وإطلاق العصائر التي تبدأ عملية التخمير. زيادة إضافية قليلة من مزيج الحامض مع الأسيد الخلي تحل أخيرا محل الكبريتي. وفي النهاية حفرة ممتلئة على طبقة من الورق لختم الصومعة بشكل جيد. يطبخ لمدة 3 أيام أو 4، ثم تنزع الجوانب الخشبية. العلف المكشوف كان يمثل جزءا من الصومعة، والباقي كان تحت الأرض. القسم المكشوف مختوم الآن بالتراب والطين، وهو حيوي لإبقاء العلف المختمر جزئيا غضا ومرا قليلا ولذيذ الطعم. السبب يعود لريادة فيرتنن، صوامع دائمة أخرى بنيت لاحقا. مظهرها لم يكن مهما، الذي كان يهم هو ضغطها للهواء في بعض الصوامع القديمة. الجمال المعماري ابتكر نافذة. اجتاح هذا العلف العالم. كان أول علف شتوي مصنوع بشكل جيد، ويبقى هذا العلف طيب المذاق لعدة أشهر، إضافة إلى أن المواشي كانت ترغب فيه. البرغش، مصاصو الدماء وناقلو الأمراض، إنهم ينشرون الملاريا تماما كما كان يحمل جسد القمل التيفوس والبراغيث والطاعون. يدمر الجراد المحاصيل. الحشرات وخصوصا في المناخات الحارة تمثل آفة، غالبا ما تكون تأثيراتها قاتلة. في عام 1939 نجح بول هورمن مولر في إيجاد الحل لهذا الأمر. لقد اكتشف أن هذه الجزئية لها تأثير سام على شريحة واسعة من الحشرات، وكانت هذه المادة المعروفة باسم DDT. يبدو أن هذه المادة تمثل الحل الأفضل للقضاء على الحشرات. مولر، وهو كيميائي صناعي سويسري، اكتشف بأن DDT يقتل الحشرات عبر تخريب نظامها العصبي. لقد جرت تلقفها بسرعة، يتم استعمالها عبر تذويب بودرة DDT في الكيروزين. أما ميزتها فكانت أن DDT لا يؤذي النباتات أو الحيوانات ذات الدم الحار، كما يبدو أنه لا يؤذي البشر. إنما يقوم به هو ببساطة القضاء على الآفات. السلطات الاستعمارية في أفريقيا الشرقية استقبلت DDT بالكثير من الحماسة. أطلقوا حملة لتشجيع الشعب على رش منازلهم. جرى إطلاع الناس على أن البرغش ينقل الملاريا وأن DDT يقضي عليه. بعض المسنين لم يكونوا مقتنعين بهذا الأمر. لتهدئة مخاوفهم جرى رش طاسة من الحساء بالDDT، وقام المختص بالحشرات في المقاطعة بتناولها بلذة كبيرة. فقد العالم صوابه بالنسبة إلى DDT. لقد كانت مادة كيميائية ثابتة ذات تأثير سام يدوم ويدوم. وفر DDT عالما خاليا من الأمراض ومستقبلا خاليا من الآفات. باختصار، حلم تحول إلى حقيقة. لاكتشافه الخصائص المكافحة للحشرات DDT حاز بول مولر جائزة نوبل في الطب، ولكن هذا الحلم سريعا ما انتهى. سرعان ما ظهرت المشاكل عام 1950، فالبرغش وعدد آخر من الحشرات سرعان ما تكونت لها مقاومة للDDT. ومع انعدام تأثيرها عادت الملاريا للظهور، وتبخر الهدف الذي يقضي بقطع دابر الأمراض. حتى أيامنا هذه يبقى الملاريا أحد أكثر الأمراض الخطيرة انتشارا. كان هناك مشاكل أخرى أيضا، فالDDT كان يقتل الحشرات التي تساعد في القضاء على حشرات أخرى، كما أنه يتركز في الماء والتراب، والبقايا التي يتركها في تركيبة السلسلة الغذائية تؤدي في النهاية إلى تسميم الطيور والثدييات. هي الآن محظورة في معظم أنحاء العالم. المرح الذي نجده في مدينة الملاهي هو استعراض من الحركات المصممة لتبعث فينا الإثارة والحماسة. لم يسبق له أبدا أن استقل الأفعوانية، ولكن إسحاق نيوتن كان أول من وصف هذه الحركات.
فمنذ القرن السابع عشر شكلت قوانين الحركية التي وضعها القواعد الأساسية لعلم الميكانيكا الكلاسيكي. قد لا نستوعب نظرية نيوتن، ولكن بإمكاننا أن نتيقن من صحتها من خلال حركية الكواكب ودوران العربة الدائرية في داخل الذرة، حيث المسافات صغيرة جدا لا تتحرك الأشياء بطرق متعارف عليها، ولا تنطبق أحكام علم الميكانيكا الكلاسيكي عليها. يجب اللجوء إلى الميكانيكا الكمية. الميكانيكا الكمية غريبة للغاية، وهي تستغرق سنوات لتحظى بالقبول، ولكن الفيزيائيين يدركون أحكام الميكانيكا الكمية التي تنطبق فقط على المقاييس الصغيرة، ولكن على المقاييس الكبيرة أيضا، حيث تتطابق مع توقعات نيوتن. إذا تركنا جانبا قوانين الميكانيكا الكلاسيكية، فقد يوجد شيء أكثر إرباكا من محاولة فهم الضوء. فكرة نيوتن هي أن الضوء هو تيار من الجزئيات. لاحقا طور بريطاني آخر يدعى جيمس كلارك ماكسويل فكرة أن الضوء مؤلف من موجات، المسافة بين الموجات تكون طول موجة ذلك الضوء. مع كون موجة اللون الأحمر هي الأطول، تتناقص أطوال الموجات تباعا حتى اللون البنفسجي. إنها تصعد وتهبط كل بضعة آلاف الأجزاء من المليمتر، ويفعلون ذلك لمليارات المليارات كل ثانية. السرعة التي يدورون فيها هي تردداتهم. اللون البنفسجي لديه أعلى تردد. إذن لماذا هذه النقلة الظاهرية من نظرية نيوتن المتعلقة بتيار الجزئيات إلى نظرية ماكسويل المتعلقة بموجات الضوء؟ الملاحظة العامة قد تدعم نظرية الجزئيات. يبدو أن الضوء يرتحل في خطوط مستقيمة حتى ينعكس على سطح ما أو ينحني عند ارتطامه بالسوائل كالمياه مثلا، ولكن هذا يثبت العكس، فالضوء الصادر عن مصدر واحد يضطر إلى المرور من خلال شقين طوليين متقاربين، يصبح هذان الشقان مصادر للضوء. الضوء الصادر من أحدهما يتداخل مع الآخر. الحزم الناتجة من ذلك نقاط الذروة والنقاط الدنيا للضوء، يمكن إنتاجها فقط عن طريق الموجات. إنها دوامة. هل ماتت إذا نظرية الجزئيات؟ لقد حل هذا التناقض بواسطة مقاربة حديثة للفيزياء الكلاسيكية. يحدث هذا الأمر على ثلاث جبهات. في البداية لا يستطيع أحد تفسير أمر تغير لون الأشياء عندما تزداد حرارتها وتصدر طاقة أكثر. الفيزياء الكلاسيكية لا تملك جوابا عن هذه الظاهرة، ولكن أحد الرجال لديه الجواب. إنه يقول: تخيلوا أن الطاقة تشع في كميات هي عبارة عن العديد من الرزم الشديدة الصغر، رزم تسمى كوانتا. لقد زرعت بذور نظرية الكم. من أجل هذه الفكرة الجديدة حاز العالم الفيزيائي الألماني اللامع ماكس بلانك جائزة نوبل في الفيزياء. توقعت نظرية بلانك بطريقة صحيحة طيف الإشعاعات المنبعثة من نجوم كالشمس التي فشلت المقاربة الكلاسيكية في القيام بها. لقد استحقت نظرية الكم صدقية مقابل ذلك. سار ألبرت أينشتاين في موضوع طاقة الكمات لإيجاده الحل لمعضلة أخرى في الميكانيكا الكلاسيكية. حاز هذا الأمريكي المولود في سويسرا جائزة نوبل في الفيزياء. كان عمل أينشتاين يتمحور حول تأثير الكهرباء الضوئية. دلت المراقبة على أنه عندما تضيء الأشعة ما فوق البنفسجية سطحا معدنيا شديد الحساسية للضوء، تنبعث الإلكترونات نتيجة لذلك. تقول الفيزياء الكلاسيكية إنه إذا كان الضوء مكثفا كفاية، مهما كان تردد الأشعة ما فوق البنفسجية، فإن الإلكترونات سوف تنبعث نتيجة لذلك. أينشتاين قال: لا علاقة لكثافة الضوء بأي شيء. عوضا عن ذلك نظر إلى الأشعة ما فوق البنفسجية كرزم من الطاقة، كمات التي نعرفها اليوم باسم الفوتونات، مثل هذه الحقائب الموجهة إلى جوز الهند. وجد أينشتاين أن هذه الفوتونات الحقائب يجب أن يكون لديها حد أدنى من الطاقة لتحرر إلكترونا، جوزة هند. كلما كان تردد الضوء أعلى كانت طاقة الفوتون أعظم. في التحرك الثالث باتجاه الميكانيكا الكمية، الفيزيائي الدنماركي نيلز بور وضع موضع التطبيق نظريتي بلانك وأينشتاين عن الذرة. حاز بور جائزة نوبل في الفيزياء. داخل الذرة اقترح بور أن الإلكترونات لا تتحرك في مدار النواة بطريقة عشوائية، بدلا من ذلك إنها في مدارات ثابتة مخصصة، كل مدار يتوافق مع مستوى طاقة ثابت. إذا صدم إشعاع قادم إلكترونا في مدار طاقة أعلى، فسرعان ما يعود هذا الإلكترون إلى مداره الأصلي. بقيامنا بذلك ينبعث شعاع من الضوء فوتون.
أظهر بور أن الفوتونات تنبعث فقط عندما تقفز الإلكترونات فجأة من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى، ولكن لا يزال الأمر غير واضح. كيف بإمكان أمواج مثل الضوء لديها فوتونات أن تتصرف كجزئيات؟ هذا الرجل الفرنسي الذي يدعى لوي فيكتور دي بروي اقترح ثنائية ونال جائزة نوبل للفيزياء. كل جزيء، توقع بروي، كل شيء بما في ذلك هذه السيارات لديها خصائص شبيهة بالموجات. الإلكترونات مع أطوال موجات كبيرة نسبيا تظهر خصائص مماثلة. هذه السيارات مع أطوال موجات صغيرة جدا لا تظهر هذه الخصائص. إنها تخفي تصرفا كهذا، ثنائية الموجة، الجزئية هي الأساس في الميكانيكا الكمية. بعد 3 سنوات على توقعات برولي، نجح الفيزيائي الأمريكي كلينتون جي ديفنسون والبريطاني جورج بي جي تومسون في إثبات هذه النظرية. لقد حازا جائزة نوبل في الفيزياء. أظهر أنه عندما تطلق حزمة من الإلكترونات على رقاقة معدنية فإنها تتشتت بواسطة الذرات الموجودة داخلها. تتحرك الإلكترونات كالموجات. يعود هذا الأمر إلى أن طول موجة الإلكترونات في الحزمة يلائم مسافة الذرات في الرقاقة. النتيجة كانت تأثيرا جديرا بالملاحظة. لقد أخذ الألماني أروين شرودنجر الخطوة التالية وحاز بموجبها جائزة نوبل في الفيزياء. لقد طور معادلة تشرح خصائص الموجات في الجزئيات. إنه أمر معقد. بالعودة إلى مدينة الملاهي، إن إجمالي الطاقة لهذه السيارة في هذه الدورة يعادل طاقتها الحركية مندمجة مع طاقتها الكامنة، الطاقة المخزنة. وفي أعلى مسار لها ومع هبوط السيارة لا يكون لديها طاقة حركية، ولكنها تحافظ على طاقتها الكامنة. عندما تقع السيارة إلى الخلف، الطاقة الحركية وقوة الدفع تزداد مع ازدياد سرعة السيارة. لقد طبقت معادلة شرودنجر هذه العلاقة للطاقة الكامنة، قوة الدفع والطاقة الإجمالية لحركية إلكترون واحد في ذرة هيدروجين. فمعادلة الموجات المنسوبة إليه هذه أصبحت معلما في الفيزياء لتوقع خصائص تحرك الجزئيات وكيفيته. لاحقا كتب البريطاني بول ديراك معادلة جديدة تتعلق بالإلكترون. لقد وحدت نظرية شرودنجر ونظرية أينشتاين الخاصة بالنسبية. ديراك الذي حاز جائزة نوبل في الفيزياء تكهن بأن الإلكترونات باستطاعتها أن تتواجد في شكلين من أشكال الطاقة، أحدهما هو الإلكترون كما نعرفه، ولكن ما هو الآخر؟ بعد 4 أعوام نجح الأمريكي كارل ديفيد أندرسون في إيجاد الجواب، البوزيترون، وهو مضاد الجزئي للإلكترون الذي عرف بداية بمضاد المادة. لقد حاز جائزة نوبل في الفيزياء. في معادلة الموجات لشرودنجر، موقع الإلكترونات في الذرة يرتكز على الترجيح، فالمسافة التي تفصل المدارات عن النواة بإمكانها أن تكون فقط المواقع الأكثر ترجيحا، لأنه في وقت معين هناك احتمال 1 من 2000 احتمال في أن مدارا ما سيكون أبعد 5 مرات عن النواة. هذه الاحتمالات تم احتسابها باستعمال المعادلات الرياضية للميكانيكا الكمية. الرجل الذي فعل ذلك كان البريطاني ماكس بورن، المتحدر أصلا من ألمانيا. شرحه الإجمالي لنظرية شرودنجر سرع في حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء. هذه واحدة من أكثر النتائج إذهالا لتفسير بورن. هذا يشبه رجلا يركض من خلال حائط صلب ولا يترك فتحة فيه. تستطيع الجزئيات أن تنفذ من خلال حواجز الطاقة، فيما تقول الفيزياء الكلاسيكية بأن هذا الأمر مستحيل، تقول الميكانيكا الكمية بأنه أمر عادي. في أيامنا الحاضرة النفاذ هذا هو الأساس في العديد من الأدوات الإلكترونية. بإدراكه أن سحر الميكانيكا الكمية بإمكانه أن يربك المقاييس الاختبارية، حاز الألماني كارل هايزنبرغ جائزة نوبل في الفيزياء. مبدأ هايزنبرغ المسمى عدم التيقن أساس الميكانيكا الكمية. تجربة كل يوم لم تعد تنطبق بعد الآن. تتصرف الجزئيات كالموجات، والموجات تتصرف كالجزئيات. إن قياس موقع وسرعة تحرك هذه الآلات لم يعد يمثل مشكلة، ولكن على مستوى الذرات توجد مشكلة، لأن طريقة قياسنا تؤثر فيما نقيسه. ففي الميكانيكا الكمية إنه لمن المستحيل ألا نرج الكيانات الصغيرة التي نحاول قياسها.